عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيوانا. هاي لطيف، كيف حالك؟ بخير والحمد لله، وأنت؟ بخير والحمد لله. نعم، لأن في رسكورانا إغلاق الجميع لمدة الفصل دراسي واحد. أين تسكن الآن؟ أسكن في ماروس، وكيف أنت؟ أنا في بين فقاء. ماذا فعلت في بيتي؟ أنا مساعدة أمي، نظفت بيتي وغسلت الملابس وحضرت الدراسة. متى سينتهي هذا النفش؟ أنا لا أدري، ننتظر توجيه من الحكومة. لماذا؟ لأن ذلك ينتهك قواعد الحكومة ويجر بأسرتنا. نعم، ما أنت اشتقت لي؟ نعم اشتقت لك. لركنا ذلك، كيف إذا التقبنا بعد أن تتحسن حسن الأمور؟ هل تريدين؟ نعم أريد. إلى الأبناء نزمة. كيف برياض الأصدقاء؟ نعم اشتقت لهم، إهينا نصالر أن يرحل هذا الوباء. آمين. لو كان ذلك تسهل هنا اللقاء. آمين.